كيف تقوم بتقشير البرشوم أو ما يسمى بالتين الشوكي بكل سهولة وبدون آلام؟ أولا نحضر شوكة ونغرسها على البرشوم، ثانيا نشوح البرشوم بالنار، وأخيرا نغسل البرشوم. ثم نقوم بتقشيرها بكل سهولة وراحة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.